إن جانب الأمن في منطقة السعودية الخليج هي والصحراء مسؤولية كل دولة ذات سيادة في هذه المنطقة، وطبعا بدعم من الولايات المتحدة. هذا الدعم يشمل بيع أفضل الأنظمة الدفاعية في العالم، بالإضافة إلى بيع الطائرات العسكرية المتقدمة، بالإضافة إلى الأنظمة الهجومية المتقدمة. ولكن يجب أن يكون هناك استراتيجية واسعة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهذه هي أهداف معاهدة إبراهيم. ولهذا فإن إيران غاضبة من ذلك، ولهذا فإنها تستخدم أذرعها لتستمر بالهجوم. دعونا نكون واضحين، لقد نفذت إيران هجمات باستخدام طائراتها المسيرة في العام 2019 على الحقول النفط السعودية، وقد نفذت هجمات مؤخرا ضد بوجود أنظمة الدفاع الجوية من الأنظمة الصاروخية الأمريكية بوجودها. وبالتالي فإن هذه الأذرع الإيرانية وهذه الميليشيات الإيرانية سوف تنفذ هجماتها بغض النظر عن نوع الأنظمة الدفاعية الموجودة، وسوف يستمرون بالهجوم على الأهداف المدنية. وهذا ما يجعل منهم أشرارا، لأنهم مستعدون حقيقة للهجوم على المدنيين لتحقيق أهدافهم العسكرية.